مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الإعلام الإلكتروني المحلي تنغير أنفو، اليوم في ضيافة فاعل جمعوي وفاعل محلي، وأيضا من بين الممثلين والمساهمين في العمل الجمعوي والعمل السياسي بالمنطقة، من بين المؤسسين للعمل النقبي في المنطقة الأستاذ الحسن السماوي. مرحبا بك سي الحسن. اهلا سي الحسن. مرحبا. مرحبا بك. بارك الله فيك. ان السياق هو بمناسبه الاعداد، يعني حول اعداد اللجنه التحضيريه للهيئه الوطنيه لحمايه المال العام بالمغرب فرع تنغير. سي الحسن، ستحدثنا تعطينا نبذه او لمحه عامه ومجمله عن هذا الدواعي واهداف واهميه تاسيس هذه الهيئه. اولا تحيه نضاليه لتنغير أنفو على يعني الاهتمام ديالها الدؤوب، رغم يعني تنظيم فاتي، ولكن الحموله ديالو الاهتمام ديالو بمستجدات في المنطقه يعني تنوجه لهم يعني الشكر والتنوير. فيما يتعلق بدوافع وأسباب أو المحفزات لتأسيس أو التفكير في تأسيس فرع تنغير للهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب، فهو كيجي في إطار يعني محاربة الفساد بأشكاله، محاربة الرشوة، محاربة الاستغلال الفاحش للعقار بالخصوص، محاربة الاغتناء من المال العام، ويعني وكانت تحمل هذه المسؤولية التاريخية للحد بل لاستئصال هذا الفساد من جذوره، يعني بشتى الوسائل اللي هي قانونية كما جاء في القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. ف يعني منذ 3 أشهر تقريبا فكرنا في إطار تأسيس أو هيكلة لجنة تحضيرية تتمحور أو تتوفر على عدد من أشخاص لهم صيت يعني في الساحة السياسية والنضالية والجمعوية، وفيهم كذلك ناس تجار وفلاح. فارتأينا باش اللجنة التحضيرية تكون متنوعة، فكانت لها اجتماعات عدة في إطار وضع برنامج لهذا البرنامج اللي يمكن تمشي عليه وتحديد الخطوات اللي تتمكن من توسيع الاتصالات بالناس المهتمين بحماية المال العام بالمنطقة. فخرجنا بإعلان يعني من طرف اللجنة التحضيرية موزع يعني على يعني تم إلصاقه في جميع أماكن المسموح بها قانونيا، وكيتم الاتصال المباشر مع المهتمين ومع الناس اللي كيهمهم الأمر في هذا الشأن. وبالفعل تمت الاستجابة ديال الناس اللي هما كيحملوا هذا الهم ديال حمايه المال العام، وفعلا وصلنا الان واحد تقريبا 40 منخرط اللي كيعمروا واحد كيعبئوا واحد الطلب ديال الانخراط على هذا الشكل، فيه طلب ديال الانخراط في المعلومات المتعلقه بالشخص المنخرط، وكيأدي واحد الواجب ديال الانخراط السنوي المحدد من طرف المكتب التنفيذي في 100 درهم سنويا. ولحد الان يعني الحمله ديال التعريف بالاهداف والمرامي ديال الهيئه مستمر، وفي نفس الوقت الانخراطات مستمره، ولكن حنا وصلنا لواحد المرحلة ديال أننا فعلا غادي ننتقلوا لإجراءات ديال التأسيس في القريب العاجل إن شاء الله، بعد ما غادي
نصيفطوا غادي نرسلوا للمكتب التنفيذي هذا الواجب ديال الانخراط في الحساب ديالها البنكي المفتوح في القرض الفلاحي وكالة باب الأحد حسان واللي كتكلف به اللجنة التحضيرية هي اللي غادي تكلف باش يعني باش توصل هاد الواجبات ديال الانخراط وعلى أساسها المكتب التنفيذي غادي يعبئ يعني البطاقة ديال الانخراط ومن بعد كتعلن التاريخ وقريبا إن شاء الله ديال يوم التأسيس. بالنسبة يعني مثل ما لقيتوش يعني شي عراقيل في التأسيس شي مشاكل من طرف السلطات مثلا ولا شي مشاكل اللي واجهتكم في اثناء في البدايه ديال الاعداد لهذه اللجنه التحضيريه ولا سميتو؟ لا يعني بكل صراحه وللتاريخ لم نتلقى اي عرقله من جهه ما، بالعكس هناك اتصالات هاتفيه من بعد واحد العدد ديال المسؤولين المحليين الاداريين والامنيين وكذا اللي تيطلبوا فقط زعما واش فعلا الكاتب الوطني غادي يحضر هو شخصيا وقتاش وكيسولوا على الاجراءات ديال التاسيس. اذا لحد الان بالعكس لم يكن هناك اي مضايقه من اي انتقاد من اي طرف واي انتقاد لا بالعكس وهناك بعض الملاحظات البسيطه جيدا. هناك بعض حاله وحده سجلتها في هذا الاعلان لقيت فيه واحد الخطره بان شي واحد كاتب باللغه الفرنسيه شيلو فولور كاتب حدا التليفون حدا الهاتف ديال احد الاعضاء شيلو فولور زعما احنا عارفين المصدر بان راه الناس اللي ما استطاعوش يتقبلوا هذا المولود الجديد اللي غادي ان شاء الله يكون واحد ممحات شنو هو التوقعات دابا الان الاعضاء اللي غادي يكونوا تقريبا في هذه الهيئه؟ واش غادي يكونوا متخصصين في الاقتصاد وفي الجانب المالي ولا يكونوا مراقبين بصفه عامه مهتمين بصفه عامه؟ لا في الحقيقه ما ولا مازال ما تفرد شي حاجه؟ لا اللجنه التحضيريه ملي كتفتح الباب ديال الانخراط ما يمكنلهاش دير الغربله ولا تختار اشخاص، ولكن من حسن الصدف ومن حسن الحظ ديال الهيكله المقبله ان شاء الله كاين ناس في الاقتصاد، كاين ناس ديال مكونين مزيان على المستوى السياسي والنقابي والجمعوي وكذا اللي ربما سيضفي واحد الديناميه مهمه على مستقبل هذه الهيكله وعلى هذا المولود الجديد. بالنسبه للهيئه واش ممكن يكونوا فيها شباب؟ الهيئه الدستور كيفتح المجال زعما واش كاين تشبيب ديال هذا ممكن يكون؟ لا احنا فقط كتعلق الامر بالاختيار ديال الجميع. ما كرهناش يكون الشباب، كاين الشباب ماشي ما كاينش. نقدر نقول لك في هاد 40 منخرط اللي كاينه دابا غادي تكون واحد 62-63% على حسب التخمينات اللي درت انا في الطلبات ديال الانخراط، واحد 62% من الشباب. ولكن زعما ما كيمنعش، ولكن فقط كاين واحد لابد نكون صريح، كاين المشكل ديال المالي اللي كتقول لي 100 درهم باش يعطيها لك خطره هذاك الشيء تيكون واحد شويه ديال كاين واحد شويه ديال الصعوبه. هذا هو اللي ما ديروش تخفيضات للشباب. القضيه ديال التخفيضات ما اللجنه التحضيريه لا غير على حسب القانون الاساسي. كاين القانون الاساسي والمكتب التنفيذي وتناقش في مؤتمر وما يمكنلكش انت تتصرف على حسب المنطقه. وهذا سي حسن واش كاين شي اضافه اخرى اللي ممكن تضيفها ولا شي رساله اللي ممكن توجهها في هذا الاطار لجميع الفاعلين المحليين؟ نعم. سياسيين واقتصاديين وجمعويين وحقوقيين وكلهم بمختلف تلاوينهم ومختلف تشعباتهم. الرساله المتواضعه جدا واللي كنفتخر باش نقولها بكلمات ديال التسامح وكلمات ديال المحبه وكلمات ديال أننا فقط وللتاريخ نريد حماية المال العام.
هاد الهيئة الفرع ديال الهيئة ديال حماية المعلم في تنغير يعني ليس ضد أحد ولا يعني يكون في حسبان أنها ستعاقب أحد أو ستتابع أحد أو شخصا ما أو رئيس ما أو فهي فقط يعني بحال الإعلام بحال الإعلام هي ولا نعم هل مثل الإعلام هي هذه الهيئة؟ ما دورها أدوار هذه الهيئة؟ الأدوار ديالها يمكن لخصها في كلمة واحدة وهي يعني حماية المال العام كملا ديك صونو كما تتعبر عليها الآليات اللي كتعتمد تقريبا في هذه الطريقة الآليات كاين الآليات ديال سمورا هي مسطرة في القانون الأساسي البند الثالث يعني الاهداف ديال الهيئه الوطنيه كاين الاليات والوسائل اولا كاين الاعلام كاين مراسلات المسؤولين في الادارات العليا كاين الاتصالات المباشره في عين المكان مع المسؤولين وكاين حتى اللجوء الى القضاء علاش لا ملي كتستنفد هاد الوسائل كلها وكتدق جميع الابواب ولا من يجيب راه يعني الاختيار الاخير وعلى مضاد وهو اللجوء واش كتعتقد بان تنغير تحتاج يعني بالضروره يعني بامس الحاجه لهاد الهيئه وكاين انه كاين شي مشاكل كاين فساد مالي كبير في تنغير اللي كيستدعي داكشي لكن كاين فساد كاين فساد وماشي غير في تنغير كاين فساد في جميع المناطق ديال الاقليم ديال تنغير على مستوى الجامعات المحليه على مستوى الجمعيات التنمويه على مستوى الاشغال ديال المقاول واحد العدد ديال المجالات اللي استدعات وتستدعي يعني احداث مثل هذه النواه ديال حمايه المال العام يعني واللي غادي تضمن على الاقل واحد الصفاء واحد الشفافيه واحد النزاهه في المستقبل وهذه رساله للجميع حتى اللي بغى يلجا مثلا يعني تحمل مسؤوليه على مستوى الجامعات المحليه ولا الجمعيات التنمويه ولا غيرها لابد ان يضع نصب اعينه ان هناك مراقب للمجال ديالو والهدف ديالنا هو ربط المحاسبه بالمسؤوليه او لا ربط المسؤوليه بالمحاسبه سي الحسن شكرا جزيلا لك كنتشكر بزاف الله يرحم والديك تبارك الله عليك شكرا على هذا الحوار والى فرصه قادمه ان شاء الله.